مبدئيا احنا هنعمل توتوريال باستخدام البراش تول واستخدام الماسك، تمام؟ فهبتدي اعمل ايه؟ هروح على فايل نيو عشان اكريت براش خاصه بيا، اللي هي عباره عن ايه؟ هروح على التكست اللي هو عباره عن دي على الكيبورد، وابتدي اكتب كلمه لاف اللي هي دي، تمام؟ وبرده بتعامل مع التكست كنترول تي الت وشيفت، واقدر اكبر ده شويه، اقدر اخلي ده ويعتبر تكست بوكس. انا هفك بقى التكست ده، مش هستخدمه على انه يبقى تكست، عايزه بس تبقى كلها ايه، كلها كابيتال وفي نفس الوقت تبقى بولد، خلاص. وهخليها كمان بلاك، يعني الت باك سبيس على التكست هخلي ديت كلمه لونها بلاك. هروح على اديت وديفاين براش، تمام، وهسميها برضو ايه، لاف، واقول له ايه، اوكي، خلاص. انا كده فعلا كريت البراش اللي اسمها لاف، اوكي. هبتدي اخد كنترول جي من البراش، هبتدي اخد كنترول جي من اللير، وابتدي ان انا اصغر السايز شويه، واعمل بريسيت خاص بكلمه لاف ديت. هعمل بريسيت خاص بكلمه لاف ديت، بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا هخش في البراش بريسيت، اوكي، وبعد كده هروح اقول له ان انا عايز اشتغل في الشيب دايناميك، هبتدي اعمل براش شكلها مختلف، هبتدي ازود في الشكل دوت، هبتدي اغير في الانجل شويه والسكاتنج التوزيع بوس اكسس، وابتدي ان انا اشوف الكميه المناسبه هتكون قد ايه. شوف انا كده بجرب، فعلا شكلها كويس، تمام. ممكن تبقى اخف شويه او اوسع شويه، ماشي. الكوانتيتي اقل شويه، اوكي، تمام. ممكن كمان اغير في الشيب دايناميك بحيث ان انا يكون عندي زوايا، يعني يكون في حاجات شكلها زوايا كده، تمام. وكمان اغير في حاجه اسمها الكالر دايناميك. شوف الكالر دايناميك دي معناها ان انا لو انا عندي في الكالر الفور جراوند كالر لون احمر، وشغلت الكالر دايناميك وجيت هنا في الفور جراوند والباك جراوند كالر، هبتدي اشتغل ازود الايه، الهيو والساتوريشن والبرايتنس. شوف هيديني لو زودت في الهيو كمان، هو عاوز التو كالر، يعني ما بين الازرق وبين الاحمر ده او الاصفر ده، تمام. لازم اعمل ابلاي بير تيب عشان في كل مره يعمل كل الالوان مع بعض. شوف يعمل الفرايتي بتاعت الالوان كلها مع بعض، اللي هي ابلاي بير تيب. ابلاي بير تيب دي لو انا مش عامل عليها تشيك يحصل ايه؟ شوف الكالر دايناميك ده عباره عن ان انا بخلي البرايت بتاعتي ليها لون. شوف ادي اول لون مثلا، لو انا شلت ايدي وعملت كليك تاني يبتدي ينتقل للون التاني، لو انا شلت ايدي وعملت كليك، شوف في كل كليكايه لون مختلف. لكن انا لو قلت له عايز اعمل ابلاي بير تيب معناها ان هو هيبتدي في هيبتدي يعمل ميكس ما بين الكالر كلها في نفس الوقت، هيعمل ميكس ما بين الكالر كلها في نفس الوقت، تمام كده؟ طيب الكالر دايناميك عموما بيخليك تشكل في الالوان. بالظبط كده. هو هنا بيقول لي ان انا هعمل لك تداخل ما بين الفور جراوند كالر والباك جراوند كالر اللي هم دول، اللي هو الاحمر والاصفر ده، وابتدي اعمل بقى كده مثلا، شوف تداخل ما بينهم. شوف انا لو قللت في الهيو هتلاقي ان الالوان اقل، لو قللت في الهيو شوف الالوان قريبه قوي من بعضها. لو انا زودت في الهيو، ما كلمه هيو دي معناها درجه اللون، شوف كلمه هيو دي معناها درجه الايه، درجه اللون، وابتدي ان انا درجة الألوان اللي أنا بستخدمها شكلها إيه؟ خلاص كده؟ طيب لو فرضنا دلوقتي إن أنا عندي الصورة دي،
انا عاوز اضيف لها في قبل حاجه، قبل ده البريسيت اللي انا عملته دوت الخاص بكلمه لاف، انا لازم احتفظ بالبريسيت ده، لازم اعمل له سيف. اللي هو فين؟ هتلاقي في الاوبشن بار فوق وانا واقف على البرش كلمه لاف اللي هي الفرشه اللي احنا طلعناها دي، وجنبها في حاجه كليك تو اوبن ذا تول بريسيت بيكر اللي هو ده، واقول له ايه؟ كرييت. هيقول لي اسمها لاف 1. ممكن اقول له احتفظ بالسايز والكالر، احتفظ لي بكل اوبشن، واقول له اوكي. تمام، لو جيت هنا هلاقي فعلا ان انا عندي هي فين. طب كده ازود النود على البرش اللي هي لاف. ايوه ده سايبها هنا كمان وفي الاصل بتاعها زي ما بالظبط كده. انت كده ايه عرفت الموضوع شكله ازاي؟ انا كده بسيب وكأن ديت برش مختلفه، لان انا ممكن ارجع تاني للبرش اللي هي الاساسيه دي تطلع زي ما هي بحجمها بشكلها، واغير في البريسيت بتاعها واعمل حاجه جديده واعمل. يبقى انا ممكن اعمل 500 مليون برش من نفس البرش، وابتدي اتنقل ما بين البراشز دي زي ما انا عاوز، وايه واعمل، وممكن اعمل تداخل ما بينهم كمان، هي إيه نفس البراش. تمام كده؟ طيب يعني ممكن انا مثلا اعمل براش ثانيه ببريسيت ثانيه وانا واقف هنا، يعني وانا واقف هنا هتنقل من ده ل مثلا ان انا اغير في الكالر، مثلا اخليه مثلا بلاك اند وايت مثلا، او اي لونين مختلفين، الازرق مثلا. تمام، وازرق لازم اعمل كليك ويبني هنا كلمه نيو عشان ابتدي ان انا كده عملت بيك للكالر ده، وابتدي اعمل كده. شوف بقى كلها في ايه؟ في منطقه الازرقات، واخد بالك انا قصدي ايه؟ انا اختصارا من الوقت الناس بتقدر تعمل براشز وبريسيتس. ده في ناس بيعملوا براشز، مش بيعمل ديزاين. وهي نفسي جرب الحكايه دي ان شاء الله هجرب. هو بيعمل براشز، مجموعه براشز يبيعها ويبيعها، بيعمل باترن ويبيعها، بيعمل جريديانت في مواقع كتير جدا بتشتري الحاجات دي. يعني مثلا في موقع اللي هو على الديفيانت، في موقع اسمه ديفيانت ارت، هو وصل نت. على ديفيانت ارت، وفي كمان حاجه اسمها فري بيك برضو بيعمل نفس الحاجات دي. تمام كده؟ طيب انا ممكن اشتغل نفس البراش دي لكن باستخدام البلاك اند وايت. انا لسه كنت بشرح لك البراش، ادي ايه؟ بلاك اند وايت. تمام كده؟ وهبتدي اعمل ايه؟ هبتدي اخد الصوره دي، هبتدي اخد الصوره دي وانا عاوز اضيف ماسك، عاوز اضيف ماسك هنا، لكن ماسك كله بلاك. يبقى انا هعمل، شوف انا لو عملت ماسك من غير ما اكون عامل سيلكشن، عملت ماسك هيعملوا لي وايت. طيب انا عاوزه بلاك، هضغط على الت وادوس هنا فيبتدي يعمل لي ماسك كله بلاك، معنى كده ان انا مش شايف اي حاجه من الصوره. تمام كده؟ طيب يحصل ايه بقى؟ يحصل ان انا هبتدي استخدم البراش ان انا قلت عليه، البراش دي بترسم ابيض وبترسم اسود مش كده؟ فيبتدي يظهر لي شكل البنت دي باستخدام الايه؟ الحروف. طبعا انا مركز جوه عشان يبقى ايه؟ يبقى الحواف شكلها مختلف. كده شوف، اقدر برضه انا كده بعمل ايه؟ انا كده بمسح ال او بقى الصوره في نفس الوقت بيدمجوا معانا بالظبط كده. ولو عملت برش او عملت نيو لاير از بلاك مثلا، شوف هتكون هي دي النتيجه. لا سحر ولا شعوذه، ايه رايك؟ نقدر برضو نعمل حاجات اكتر من كده باستخدام البراشز وباستخدام الماسك. تمام؟ زي ايه؟ زي ان انا اقدر مثلا برضو اخد الصوره دي، تمام، واروح على الجزء الخاص
اروح على الجزء الخاص. انا عايز الايه الدرس بتاع البراش ادي البراش تول تمام. عندي براش اسمها كلاود وفي براش تانيه اسمها ايه اسمها كراك افكت برضه. دول كوبي على الايه الديسكتوب برضه دول ايه تحتفظ بيهم يعني تمام. اولا البراش اللي اسمها كراك براش ده شكل البراش اوكي، وده البراش نفسها. علشان اعمل لودنج للبراش دي محتاج ان انا اروح على الفوتوشوب واختار البراش رمز على الكيبورد بي وابتدي ان انا اروح اقول له عاوز اعمل لود للبراش او امبورت وادور هي فين البراش. هي موجوده عندي هنا على الديسكتوب اللي اسمها كراك، هي ديت البراش واقول له عايز اعمل ايه لود. هتفضل موجوده ولا هشتغل بيها طالما انا فاتح؟ بس هتفضل موجوده معاك، هتعمل لها كوبي للداتا بيز بتاعته يعني. هتعمل لود خلاص. ده اسلوب، ده اسلوب. الاسلوب الثاني ان انا اقدر اضغط دبل كليك على البراش على طول وهو يلود البراش في البراش لايبرري دايركت. اقدر اخد البراش وابتدي ان انا اكليك هيبتدي يبان لي التأثير بتاع البراش ديت تمام. فدي ممكن جدا تبقى مجرد خطوة في بروجكت كبير، مجرد خطوة. شوف ممكن ازود كل ما اعمل كليكاية يزود اكتر، فتبقى خطوة في بروجكت كبير. شوف ممكن طبعا ادخل في البراش بريسيت واغير في السبيسنج، وبالتالي اغير في الانجل الخاصه بالبراش، وابتدي اطلع من البراش نفسها الواحده كذا مجموعه براشز ثانيه اقدر ان انا استخدمهم زي ما انا عايز. طيب في براش ثانيه من البراشز اللي انا بحبها يعني اسمها كلاود، مجموعة كلاود. في عندي مثلا البراش الأولانية اللي هي البراش الكلاود، كليك يمين طبعا أسهل إن أنا أعمل كليك ويلود البراشز على طول. أدي إيه برضه سحاب، شكل سحاب. طبعا السحاب أنا رسمته بالأبيض هيبقى إيه أوقع. شوف أوقع شكله رائع 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 رائع. يعني دلوقتي ممكن اعمل ايه؟ ممكن انا بقى اجيب الصوره اياها اللي احنا عاملينها دي تمام، واضيف تحتها مجموعه كلاود وليكن مثلا دي، وازود السايز شويه وابتدي اعمل كده. وممكن اخلي اللون البلاك دوت هو عباره عن لون سيان مثلا او لون يحاكي السما يعني، هيبتدي يبقى الشكل كده. ممكن اغمقها اكتر، اغمق ده اكتر. ممكن اخلي اصلا ممكن اشتغل بالجريدينت، احنا لسه هناخد الجريدينت، واخلي مثلا لون اللي هو الفور جراوند كلر لونه مثلا وليكن مثلا بالشكل ده، فيبقى عندي جريدينت لونه كده. او لو عايز اعمل ريفرس بس هيبتدي يبقى الشكل ده. طبعا كنترول ال اقدر ان انا اغمق. شوف بقى هيبتدي بقى ايه بقيه التول تتداخل عشان ابتدي ان انا اكريت حاجه فعلا ليها شكل وليها معنى. براش الماسك كل الحاجات دي بتبتدي ان تتداخل عشان اطلع بيها. طبعا انا هنا بشرح لك الفكره الاساسيه، لكن انت ممكن بعد كده ايه تبتدي انت اتعود على الفكره الاساسيه وامسكها كويس، هتلاقي نفسك انت بتبتدي تكريت حاجات انت مع حالك.
تمام، برضو جرب الجزئية دي.